القضيه ديال سمح لي ممكن نحسبوها دينيا، يعني في الدين كاين هذه المساله ديال التسامح. الانسان خصو يقول لك سمح لي، هذه يعني عاديه. غير المساله ديال نكون شاد الصف مثلا من الصباح وجا الانسان يقول لي سمح لي، راه بيان سور كو هذا واخا غنقول له انا اه مثلا ولا غتبقى فيا، يعني ما غاديش نسمح ليه يعني اوفو. ولكن هي مساله وعي. الانسان اللي كيكون واعي طبيعه الحال باش كيكون صفو ولا شي حاجه راه كيحترمه، لان الاحترام هو سمح لي ديال بصح. ما خاصهاش تكون، واخا بسمح لي راه كاين واحد النظام خاصو يكون، وكل الناس كلهم مزروبين، راه ما كاينش واحد تيعجبو الحال يدير الصف. ولكن انا شخصيا كنحاول ما نتعصبش، الله يهدي الجميع، هادشي اللي غادي نقوله. هي ظاهره شويه صعيبه، الانسان كتمشي انت ديريكت مفيزي على واحد البارك، الباركينغ اللي غتوقف فيه، كيجي الاخر كيسبقك كيدخل صافي. الوغ انت بقيتي كما كنديو بالعربيه بالمغربيه اتوش. الوغ ولكن الحمد لله الانسان كيتساعد مع 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 خو المسلم مغربي عربي اصابه. ولينا كنشوفوها بزاف في كل شيء، في الطريق، في بوتيك، في اي حاجه واحد تخشى دغيا ويدير ويخليك انت كتشوف. كاين بعض الناس اللي كيتحداو هذا الشيء، كاينو تصداع، كاينين ما كيتقبلهاش، يدابز معاك ولا كيعايرك كيزبط، دونك كترجع انت بلو كتخليه، شنو غدير؟ شي حاجه تري تري مال. إذا دابا انت تكون جالس ورشه الصف كتسنى يجي شي واحد ياخذك بلاصتك، ماشي فهمتي اصلا انت الداخل ديالك تقول له هادشي راه حشومه، فهمتي هادوك اللي كيقول لك يجي يدز بحال هكا ما عندهمش حاجه سميتها الشخصيه، فهمتي هادوك كاع ما مربيش كاع. الا كان زعما شي بيرسون اللي هو كبير، شي مراه كبيره ولا راجل كبير، تقدر تسمح لي انه يدوز. وإلا كان شي واحد اللي غادي غير كيدور بحال كان، يعني ما كاين لاش غادي تسمح لي، انت عندك شغل ديالك. هادوك الناس ما معروفينش تيديروا سمحهم ماك ولا واش داكشي كاع، فاذا به فباختصار شديد مراه ولا بنت، والاكثريه البنات يعني ياخذوا شويه ديال الصبر.